بعد إثارة الرويال رامبل في جدة، كان الموعد في الرياض مع سهرة جديدة و11 نزالا في منافسات الـ WWE، هذه المرة تحت شعار كراون جول. لما دريت انه بيسوون المصارع هنا وش قلت لبوك؟ ارسلت الصورة وقلت لها بابا لازم اجي لازم. نزالات ربع النهائي في بطولة العالم عرفت وداعا مبكرا لكل من راندي اورتون وجيف هاردي. اعرف اسوي حركات قلبات وزي كذا. صراحة خوفتني، انا خايف منك الحين. وش القوة هذه ما شاء الله؟ المخضرم كيرت انجل في سن 49 صمد 8 دقائق ونصف امام دولف زيجلر قبل الخسارة. نزالان على القاب اليونيفرسال والتشامبيونشيب عرفا اثارة كبيرة. اي جي ستايلز انهى مقاومة ساموا جو، بروك لاستر تغلب على سترومان. حق جون سينا حق ساين، واشتغلت جلاف زي تي ستايلز، واشتغلت حق الدي اكس. ما شاء الله كل الثلاثة ذول تحبهم. ايه ايه. اللقب العالمي حمل مفاجأة سيتردد صداها طويلا، لأن زيجلر انهزم أمام شين ماكماهون والذي عاش ليلة سعيدة في الرياض. الختام جاء مع بطولة الزوج المرتقبة تريبل اتش مع شون مايكلز الذي يعود بعد 8 سنوات من الغياب، تفوق على أندرتيكر وكينغ. سيداتي.